أشار مجموعة من العلماء في جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا بعد تحليل 70 دراسة حول الجري والأداء لمجموعة من قواعد الركض يمكن اتباعها لتحقيق أكبر استفادة من تلك الرياضة وتحسين الأداء. وقال الباحث كريس لورتي الذي أشرف على الدراسة بأن شيوع إجراء الإحماء قبل الركض ليست الفكرة الأفضل، كما أوضح ضرورة استخدام التبريد لزيادة القدرة على التحمل والقفز للحصول على معدل تحمل أفضل وسرعة عالية.